سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أجمل ناس هم الناس المتواضعون الذين يستمعون إلى الآخرين ويطلبون المشورة ولا يستنكفون بأن يستمعوا إلى آراء أخرى ويتجاوبوا معها، لأنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر. كان يقعد يسمع الناس كلها يلاقيهم بيقولوا حاجات وجيهة ولطيفة. في قصة لطيفة قوي لراجل مدير بنك عنده مشاكل عويصة داخل البنك، فقال طيب أعمل إيه؟ جمع يعني أصدقائه المقربين مساعديه، فقالوا له الحقيقة بصراحة مش عارفين نعمل إيه. فقال لهم طب يلا بينا نروح نتغدى ونقعد نفكر مع بعض. راحوا يتغدوا، راحوا في سوق سمك، سوق حلقة سمك كبيرة، سوق سمك. فهما في السوق ده بيختاروا سمك عشان يتغدوا، فلقوا واحد من بياعين السمك بيرمي سمكة كده في السماء في الفضاء ويقول ايه الحق الحق السمكة بتطير، ويمسك السمكة تاني. واحد تاني ماسك سمكة ويفتح بقها ويقول تعالى تعالى كلني، السمكة بتغني، ويبدأ يغني هو كأنه هو سمكة. واحد تالت يجيب طاسة ويقول الطاسة دي لو اتحط فيها السمكة دي هتعمل أكل تحفة ورائع وجميل وما حصلش. المهم أعجب قوي المدير ده بالجو، الشو، الحركة، البهجة اللي موجودة في السوق. فبعد جاب المعلم الكبير بتاع السوق قال له إيه بقى سر البهجة في السوق بتاعك ده؟ قال له أبداً، أنا عندي قاعدة كده اسمها 60 ثانية. قال له إيه 60 ثانية؟ قال له دقيقة. قال له إيه الدقيقة دي؟ قال له كل يوم الصبح باجي للناس المعلمين اللي معايا اللي ماسكين الأقسام في سوق السمك، أقول لهم إحنا هنعمل اجتماع وكل واحد أديله دقيقة، اجتماع نص ساعة كل واحد دقيقة، أقول له قول لي إيه الجديد اللي هنقدمه النهاردة. فيبدأ يفكر يقول والله إحنا ممكن نعمل صيادية مش عارف إيه، ممكن نعمل سمك بالإيه، يعني اقتراحات جديدة. فقال له بعد 30 دقيقة دول بننطلق للسوق وربنا بيفرجها والدنيا بتمشي. فلقط مدير البنك الفكرة بتاعت 30 شخصية أو نص ساعة والدقيقة، اللي هي يعني مدير لمدة دقيقة، خبير لمدة دقيقة، مستشار لمدة دقيقة، استشير الناس اللي حواليك هتبص تلاقيك نجحت. وده اللي حصل، رجع البنك، البنك أسهمه ارتفعت، الحركة، الإيرادات، القروض، الدنيا انتعشت تماما. إدارجي شاطر، بس اتعلم الدرس من معلم في سوق السمك. يعني إيه يموت المعلم ولا يتعلم؟ ما تستكبرش على إنك تعلم من أي حد، هيديك فكرة جميلة عشان تبقى من أجمل الناس. عندنا سؤال الحقيقة عن الغر المحجلين. طبعا كلمة الغر المحجلين دي ميزة جبارة، وفي واحد الرسول عليه السلام وصف كده قال إيه ده قائد الغر المحجلين. نزلنا سألنا ناس في الشارع مين الناس دول ومين هذا القائد، وكانت الإجابة جميلة جدا. فاصل ونواصل. أهلا بكم مع أجمل ناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. غرا محجلين يعني إيه غرا محجلين؟ صعبة؟ أهلا وسهلا منورانا. الله يكرمك. يعني إيه غرا محجلين؟ إن شاء الله في وشهم نور عن الصلاة. وشهم نور عن الصلاة. الصلاة ولا ايه تاني؟ والوضوء. الوضوء. نعم. الوضوء. الوضوء. نعم. غرًا محجلين من أثر الايه؟ الوضوء. من أثر الوضوء. نعم. فمن استطاع منهم أن يطيل غرته فليطوف. نعم. فليفعل. نعم. نعم. بس كويس إن أنت قلت الوضوء، لأن هو وضوء على وضوء خير. نور على ايه؟ نور على نور. نور على نور. نعم. وبعدين الاسباغ الوضوء على الايه؟ على المكاره.
المكاره ان الواحد يتوضى بذمه يعني. يعني ايه بين صوابعه يتمضمض مش كده؟ الاستنشاق. الاستنشاق ده في دكتور قال ان الاستنشاق ده بيقي الانسان من الامراض. من الامراض. نعم سبحان الله. انه لان الاستنشاق ده اول باول اي ميكروبات بيتخلص منه. الكورونا حضرتك تقول لك اما كنت تحط الميه في مناخيرك كانت بتنزل الميه كانت بتموتها. بس قبل دي الوقايه. لكن لو حصلت بقى علاج بقى. والوقايه خير من العلاج. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد وبعدين ايه بص لباب المسجد كده وقال ايه؟ سوف يدخل علينا الآن قائد الغر المحجلين. مين هو بقى قائد الغر المحجلين؟ أكتر واحد بقى كان إيه؟ إحنا قلنا الغر المحجلين اللي هم إيه؟ الوضوء. الوضوء. نعم. مين أكتر واحد بقى كان بيتوضى وخد اللقب ده؟ كان في بقى نور على نور على نور. سيدنا عثمان بن عفان. قربت شوية. هو فيها العين. سيدنا عمر بن علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. فعلا سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يدخل عليكم الان قائد الغر المحجلين. طب ليه هو قائد الغر المحجلين؟ من كثرة الوضوء. الوضوء فكان يتوضأ كثيرا. وبعدين احنا بنقول كرم الله وجهه. طيب ايه هو بقى الغر المحجلين؟ احنا قلنا اللي هم بيتوضوا كتير. ليه بقى سموه بالغر المحجلين؟ ايه بقى الكلمه دي؟ من اثر الوضوء. ايوه انا معاك بقى فهم. بس ايه كلمه الغر المحجلين؟ الغر دي اللي هما ايه بقى؟ الخيل اللي ايه اللي فيه علامه عشان احنا بنقول سماهم ايه في وجوههم من اثر السجود. الله يفتح عليك. في علامة ده من أثر السجود ومن أثر الوضوء. في علامة الغر المحجلين هم الخيل اللي عنده هنا بياض في الجبهة وبياض في اليدين قدام وفي الرجلين. يعني عنده بياض في كل الايه في كل جسمه. فعشان كده سيدنا النبي عليه السلام قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طب في واحد بقى من الصحابة زي سيدنا علي كده الرسول عليه السلام قال له أنا سمعت خشخشة نعليك في الجنة. أيوة أهو ما أنت عارفها. بس مش جاية معايا دلوقتي. كانت معاك؟ لا. مين اللي كان بي إيه؟ بلال. سيدنا بلال عليه السلام. سيدنا بلال بن رباح. الرسول عليه السلام قال له أنا سمعت خشخشة نعليك في الجنة ففيما ذاك؟ فقال له يا رسول الله إني ما أحدثت لا أعلم. أنا مش عارف بس ولكني ما أحدثت يعني ما رحتش الحمام ما خرجتش ريح أو كذا إلا وإيه وتوضأت وما توضأت إلا وصليت ركعتين. يا سلام سيدنا بلال يعني إيه وقع أقدامه في إيه في الجنة. الله يفتح عليك. أنا بحييك وبشكرك. النبي قال له إيه؟ قال له هو ذاك. يعني هو ده اللي هيوديك الجنة ان انت وضوء على وضوء نور على نور وان ده اللي هيخلينا نسمع صوت نعليك في الجنة. يا ربنا يكرمك. عطلناكم. ربنا يديكم الصحة. انتوا اصدقاء. ربنا يديكم الصحة. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. اجمل ناس المصريين. لما تمشي فعلا في وسط البلد وتشوف الأماكن الجميلة دي تحس إنه برضو المصريين بنوا بنايات حلوة. استعانوا بخبراء أجانب صحيح فيش أي مانع لكن عملوا عمارة متميزة ولا باريس. يعني أوسمان اللي هو المهندس الفرنساوي اللي بنى باريس هو كان المستشار بتاع المشروع ده. لما جابوا الخديوي اسماعيل وقال له انا عايز اعمل القاهره زي باريس عمل فعلا حاجه بديعه. عشان كده بننبسط قوي لما نشوف وسط البلد ونلاقي حركه الاضاءه والتجميل لان دي ثروات مهمه قوي وحاجه بتشرح القلب خاصه الشوارع اللي احنا مشينا فيها زي الشريفين والشواربي والبهلر
يعني وقصر النيل وميدان طلعت حرب. الحقيقة بلدنا جميلة بس عاوزة إعادة اكتشاف أجمل ناس. فاصل ونوم. تخصصات مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم 700-700 1. أمراض الكبد والجهاز الهضمي 2. قسم أمراض القلب قسطرة القلب التشخيصية تركيب دعامات العناية المركزة 3. قسم الكلى والمسالك البولية والغسيل الكلوي 4. قسم المناظير يشمل 3 غرف لعمليات جراحة المناظير 5. قسم الأشعة بكل أنواعها 6. قسم التحاليل الطبية بكل أنواعها 7. قسم العيادات الخارجية 8. البطنة العامة بكل تخصصاتها. لتبرعاتكم النقدية والعينية بإيصالات رسمية صادرة ومعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، الرجاء زيارة مقر التبرعات في موقع مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم، محافظة كفر الشيخ، مدينة بلطيم، كورنيش بحيرة البرولوس، وذلك يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء أذان المغرب. للتبرع عبر البنوك مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم 700-700 في كل فروع البنوك التالية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، أو للتواصل معنا عبر الأرقام التالية. أهلا بكم مرة أخرى مع أجمل ناس. اللهم اشفي كل مريض، آمين يا رب العالمين، وخفف عن أي بيت في مرضى، وساعد أهله أن هم يساعدوا هذا المريض أنه يعيش حياة أحسن، وأنه يوفروا له الدواء والعناية والتمريض. أحسن ناس يقوموا بالمهمة دي هم أهله أكتر، يعني التمريض والطب طبعا بيعمل مهمته، لكن فعلا كلنا محتاجين ندعم المرضى في هذه الأيام. مستشفى 700-700 منورانا في شخص أستاذ عبد العليم عمار، هو المسؤول عن الموارد البشرية، تنمية الموارد المالية والبشرية في المستشفى، وعنده دور كبير قوي في الفترة الماضية، وإن شاء الله القادم يبقى أجمل. أهلا وسهلا يا رب. يا أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وأستاذ جمال، وكل عام وأنتم طيبين. وحضرتك طيب بصحة وسلامة. أستاذة إسراء رمضان هي عضو في لجنة الإعلام في مجلس إدارة مستشفى 700-700، وأنا الحقيقة إسراء بأمانة بفرح جدا لما أشوف الأجيال الجديدة ممثلة في مجالس الإدارات. بالتالي أنت أصغر واحدة. مش كده؟ أصغر واحدة فيه. خريجة كام؟ أنا خريجة 2016. خريجة إيه بقى؟ تربية نوعية، تكنولوجيا تعليم. تكنولوجيا تعليم. يعني بتحولي المواد التعليمية إلى برامج تكنولوجية، برمجيات. من كتاب ورقي الإلكتروني. بالتالي هو ده المستقبل يعني. إن شاء الله. طيب تخصص هايل. جميل جدا والله. طيب ما احنا كمان المستشفى خلتنا الصعب بعدين دلوقتي نكتشف. نكتشف الموارد. مش كده؟ وننميه وننميه. وننميها. تمام. ونستفيد بيها، فكموارد محلية موجودة معانا. ما دي رؤوس أموال. رؤوس أموال طبعا، ده أكبر رصيد للناس والمنطقة. فأولادنا في كفر الشيخ وبلطيم تخصصات مختلفة، في بقى طب، هندسة، زراعة، كذا تمام. كذا كذا، متهيألي دي قوة برضو ممكن نستفاد بيها في عمل الخير. طبعا دي طاقات يعني إيجابية تضيف للمنطقة والأهل المنطقة وتضيف للوطن كله والإنسانية. أيوة تمام. أنا عايزك بقى إيه تقولي لنا قصة الطموح اللي موجودة عند أهالي بلطيم إن هم يعملوا مستشفى زي مستشفى الكبد في شربين، والدكتور جمال شيحة معاكو في طبعًا. هو على رأسنا طبعا دكتور جمال شيحة، بنقدم له كل الشكر على دعمه لنا المستمر. احنا في البداية من 2014 و2013 كانت أزمة فيروس سي نسبة كبيرة جدا من أبناء بلطيم وأبناء البرولوس وكفر الشيخ بالكامل مصابين بفيروس سي. طيب كان أقرب مكان لنا للعلاج هو شربين طبعا، غير المستشفيات طبعا في القاهرة في اسكندرية. المسافة قد ايه بقى من بلطيم لشربين؟ المسافة كبيرة، 3 ساعات تقريبا. 3 ساعات؟ اه يعني
كانك واسكندريه برضو ما هي بعيده. اسكندريه ساعه ونص ساعتين اقرب شويه. انما ما فيش في المكان المحافظة المتمثل للعلاج لعلاج فيروس دي كان في شربين. ايوه في معهد الكبد في شربين. ده تخصصه. أيوة. فالحقيقه الناس كانت بتلاقي عناء كبير جدا في المواصلات وفي الاقامه وفي وتعب المريض. أيوة. تعب المرافقين للمريض لان صح. بيبقى ارهاق جدا عليهم. صح. وكمان ضغط كبير على معهد شربين او على اي مستشفى تاني ان مرضى محافظه بالكامل ينتقلوا لهم. لا يعني مش كفر الشيخ بس. لا يعني كل محافظات مصر كانت بتروح هناك. كانت بتروح هناك. فاحنا حبينا نقدم خدمه مش لاهل بلطيم بس. لاهل بلطيم ولكل المراكز في محافظه كفر الشيخ والمحافظه بالكامل وكمان محافظات وجه بحري واي مريض في مصر. في موقع متميز على رافد الطريق الدولي. موقعنا سهل جدا الوصول رابط ما بين كل محافظات وجه بحري. ايوه. فحبينا نقدم لهم مكان يقدم لهم خدمه طبيه متميزه وتحفظ كرامتهم وده كان هدفنا الاساسي حفظ كرامه. بس اللي احنا شفناه دلوقتي في التقرير من شويه انه ما هوش مستشفى تخصصي بالمعنى. لا ده فيه اقسام ثانيه. طبعا ده جه بعد حمله 100 مليون صحه. أيوة. ومبادره سياده الرئيس القضاء على فيروس تي. فالمستشفى عندنا فيه مرونه في التصميم ان احنا نقدر ندخل تخصصات كتير. ايوه اهمها يعني اخترنا اكتر التخصصات احتياج ليها زي قسم الكلى والمسالك البوليه، قسم القلب، عندنا قسم تركيب الدعامات والقسطره، قسم امراض الكبد بالكامل لان طبعا امراض الكبد مش مقتصره على الفيروسات الكبديه. طبيعي. يعني لها حاجات كتير جدا. وامراض الجهاز الهضمي بالكامل طبعا. ده تطور كويس. تطور وفي امكانيه ان احنا نزود اقسام ثانيه في المستقبل بس احنا عايزين نقدر نجهز الاقسام دي الاول وبعدين رأيك. عندنا مرونه يعني ان شاء الله ان احنا نضيف اكتر. واحدة واحدة. طيب استاذ عبد العليم عمار لو سالتك النهارده في تخصص اهو لكن انت على الطريق السياحي اسمه ولا الطريق الدولي الساحلي الدولي الساحلي. ما هو بقى عندنا دلوقتي شبكه طرق كبيره. الدولي الساحلي تمام. طيب لو لا قدر الله حصلت حادثه تمام على الطريق هقول له لا انا مستشفى كبد وتخصصي مختلف ولا هساعده؟ لا احنا طبعا يعني احنا بفضل الله يعني عندنا ايه عندنا قسم للطوارئ موجود عندنا تمام وعندنا 22 غرفه العنايه المركزه 22 سرير 22 سرير وعندنا المستشفى يعني ايه مجهزه ان شاء الله تستقبل اي حالات حتى تعمل الاسعافات الاوليه لو في خارج التخصص وبعد كده تنقل الى المكان بعد ما تعمل الاسعافات الاوليه. أيوة. فنحن يعني عاملين ايه ده وان شاء الله برك عندنا امكانيه زي اسراء ما قالت يعني ان احنا ايه نضيف اي تخصصات جديده لان احنا عندنا المساحه الدور الواحد 2000 متر يعني الدور الواحد بما يعني بمثابه مستشفى. صح. فنحن نقدر ان شاء الله نضيف اي تخصصات جديده وكل ما نحتاج اليه ان شاء الله. هم سبع ادوار؟ سبع ادوار. سبع ادوار ده بخلاف ايه بقى؟ بخلاف المبنى الاداري وبخلاف المسجد وبخلاف الحاجات الثانيه كلها يعني احنا عندنا يعني المساحه الاجماليه للانشاءات تقارب 16000 متر. ايوه. فانا المستشفى ان شاء الله بالنسبه للتخصصات وكده احنا عندنا تخصصات في توسعات وممكن نضيف اي تخصص جديد. طبعا. ايه الميزه يا اسراء اللي ممكن تخلي الناس تتبرع لمستشفى 700 وتديها الاولويه؟ الاولويه ان الناس محتاجه المكان ده تحديدا في يعني محتاجه المستشفى في المكان ده تحديدا. ليه؟ معظم المستشفيات الكبيره او المستشفيات الخاصه متواجده في المدن الرئيسيه موجوده في القاهره موجوده في اسكندريه في المنصوره في المدن الكبيره لكن محافظه زي محافظه كفر الشيخ لا صعب صعب تلاقي فيها او في المحافظات دي تعداد لا مش عارفه التعداد يعني فيها 3.5 مليون. احنا برضو يعني مش على محافظه كفر الشيخ بس محافظات وجه بحري عموما. فالمكان محتاج مستشفى يخدم المواطنين في المكان ده. ايوه. فبعيد لان هو بعيد عن القاهره بعيد عن اسكندريه بعيد عن المدن والمستشفيات سواء مستشفيات خيريه او مستشفيات خاصه يعني حتى المريض في بلطيم او في مراكز كفر الشيخ عايز يتعالج برضو حتى لو معاه فلوس مش بنقول مريض محتاج هيسافر برضو وعناقه وكده طب احنا طبعا. في مكان هيقدر يوفر خدمه طبيه لكل الناس ده طيب يعني دي بيدي اولويه للمكان طبعا. اهالينا في المنطقه هم الاكثر احتياجا طبعا. طيب عاوز اسال برضو سيادتك ان النهارده في حلقات سابقه اثرنا موضوع الانجاز الجزئي والافتتاح الجزئي للمستشفى وان احنا مثلا نفتتح العيادات الخارجيه تمام تقدم خدمه للناس او قسم معين من الاقسام
او قسم غسيل الكلى. تمام. لان دي كارثه. تمام. يعني وربنا يكون في عون الناس اللي بتعمل غسيل كلى بشكل ايه دوري، اولا ماديا وتعب ومفيش اجهزه، مش كده ولا ايه؟ تمام. ايه الاولويات عند حضرتك؟ انا بس يعني قبل السؤال ده بس عايز التقط السؤال بتاع حضرتك، يعني ليه مشرف الكبد الناسي؟ يعني زي حضرتك ما قلت ان في يعتبر منافسه كل منافسة. يعني في اعمال الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا يعني في شهر شعبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم في شهر شعبان، فحين سئل عن ذلك قال ذاك شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب وبين رمضان وترفع فيه الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. يعني العلماء اخذوا من ده استنبطوا ان الاعمال التي يغفل عنها الناس لابد يبقى للناس نصيب منه. صح. احنا عشان مستشفياتنا يعني بيعلى شويه عن الاعلام، وفي يعني ناس كثيره حتى في كفر الشيخ لما بدانا الحمله الدعائيه بقى ناس تكلمنا من مراكز كفر الشيخ ما كانش يعرفوا عندنا المستشفى دي، لان احنا كنا في الاول في 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 كفر في المحافظه نفسها في حافظه يعني مراكز المراكز البعيده عننا ما كانش يعرفوا ان احنا بنبني هذا الصرح. وتفاجئوا من لما بدانا نشتغل في الدعايه ان عندنا صرح في كفر الشيخ بالوضع اللي احنا بنتكلم فيه ده. أيوة. وهم طبعا يعني الوضع المشروع قائم وهو بيتكلم عن نفسه. فانا من الشرع ومن الاسلام ان المكان الايه او الاعمال التي يغفل عنها الناس، الناس لابد انه يكون الايه فيها، لان الله عز وجل بيزود الاجر شويه. طبعا. وترفع الاعمال في شهر شعبان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي عاوز يبادر في هذه الايام المباركه، يعني ايه زي الرسول قال يعني ايه الا ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. احنا ممكن عمل يرفع بكره، فلما يرفع انا وانا اقدم له صدقه لمستشفى الكبد او اي باب خير ماشي. وده زي اسراء ما قالت ان هي اشد احتياجا في المنطقه يعني الامراض اللي هي المنتشره اللي هي تخصصنا فيها. واحنا بعيد عن الاعلام وبعيد الناس مش شايفانا وبرك معناش يعني ايه الناس يعني الثقيله اللي هي تقدر تساعد معانا ماشي رجال اعمال يتبنوا المشروع كله كده على باب الله. جايبين اسراء بكل في الفريق متطوع، ما فيش حد عندنا بياخد جنيه وانا باكل على الكلام ده اهوت. وفي كشوفات. طيب ليه يعني ما احنا والله ما بياخدوش اجر ليه؟ احنا بنقول الواحد لما ياخدوا اجر تطوع لوجه الله كله متطوع. طب انت بتشتغل يا اسراء؟ لا. طيب لا احنا الحلم دلوقتي الحلم دلوقتي كله تطوع. لا بس ايه خلينا اتكلم مع حضرتك في القصه اتفضل. دي لانه اتفضل. العمل المؤسسي الخيري تمام بيقولوا لا انا عايز ناس متفرغين تمام ولهم اجور تمام مش في والعاملين عليها مش عندنا خالص. في نقطة مفيش. لا مفيش نقطة عندنا. طب جايز ده هو سبب ان مفيش. لا احنا ما احنا لا الفريق شغال بكل قوة. احنا صراحة يعني احنا باذلين جهد كبير جدا، والواحد لما يكون بيبتغي بوجهه يعني وجه الله عز وجل بعمل وجه الله عز وجل بيدي اكتر. بالبركة بتيجي. بيدي اكتر. ليه بقى؟ لان ايه انت لما بتخلي قبرك على الله بتكبره. بس ناس متفرغه. المتفرغ دي بقى يعني ايه احنا برك يعني ايه يعني دلوقتي في راجل مثلا بقى. محاسب متفرغ تمام هقول له طب هياكل عياله منين؟ ماشي هيفتح بيته منين؟ احنا بقى يعني لسه احنا بدانا لسه السنه دي اول مره نحط رجلينا على السلم. أيوة. يعني احنا حتى يعني ايه عشان بس يعني من باب الشفافيه ولو الفريق المتفرغ لا اللي في الاداره اللي بياخد طبعا انا اضيف لحضرتك بس جزئيه بسيطه. احنا يعني احنا ايه بنص القانون يسمح للجمعيات الاهليه ان هم يصرفوا ما يقرب من يقرب 20% كمصاريف اداريه تمام 20%. طيب يعني انا مثلا انا لما تحدد النهارده حوالي 60 مليون جنيه ليا حق بالقانون اخذ 12 مليون جنيه ايوه الخمس تمام. طيب احنا والله حتى كل مصاريفنا الاداريه بما فيها الدعايه اللي احنا عملناها ما تكملش 0.5% يعني 19.5 متوفرين ماشي لان احنا يعني ايه الحمد لله انت عاوز الايه المشروع يظهر انا يبان. انا عاوز المشروع يظهر وبعد كده اتكلم بقى ابدا اعمل دعايتي وابدا اصرف وابدا اتكلم مع الناس ممكن بقى اخصص بقى مندوب هنا ومندوب حتى المندوبين اللي عندنا والله متطوعين اللي بيجي القاهره متطوع واللي رايح اسكندريه متطوع والاعلام متطوع والتنميه كله يعني بفضل الله حد يعني اللحظه ديت كله متطوع ما عندناش اي مصاريف اداريه تتجاوز 0.5% او 0.25% من القانون بيسمح بيه. حتى كنا بنروح والله بنراجع في الوزاره اولا دي حاجه حميده تصرف حميد. لا انا بس انما المستشفى زي 700 تمام عايزه فعلا جهد كبير وتفرغ من اجيال تمام. وبعدين اسمح لي اقول لك انه مش حكايه مرتبات ايه ما هي كلها احنا عارفين يعني هو بس ايه المرتبات هتبقى نوع من بدل الانتقال لان ماشي. النهارده هم بينتقلوا وبيروحوا اماكن وبيخرجوا في قوافل مش كده ولا ايه؟ كلام حضرتك ده قاله لنا موظف
في وزارة التضامن الاجتماعي. أيوة. بعد ما جددنا، إحنا مجددين 6 مرات تصريح جمع المال. كويس. طبعا دي حاجة بنشكر الدولة عليها إن هي طبعاً سهلت لنا موضوع الأرض يعني، وسهلت لنا تصريح جمع المال. الموظف والأرض كمان أنا عرفت طبعا إن هي الأرض أول من دعم من الدولة. دعم من الدولة. خصصت لنا مساحة إيجار اسمي جنيه في السنة. في السنة. على المتر. يعني بندفع 4200 جنيه. لأن النهاردة مهما كنت جمعت من فلوس كان ممكن تضيع. مساحة الأرض 4200 متر. في الموظف وزارة التضامن قال أنتوا إزاي بجدد لكم العقد كل سنة، تصريح جمع المال كل سنة، ولكم حق تصرفوا 20% ومتصرفوش. أيوة. يعني موظف وزارة التضامن نفسه سأل السؤال ده. سأل السؤال طب ده. وإنتوا قلنا له إحنا عايزين المبنى يبان على يبان كامل للناس في أسرع وقت. طيب خليني بس أتكلم من منطق علم الإدارة وعلم إدارة المؤسسات، إنه في النهاية العمل المؤسسي لابد من ناس متخصصين متفرغين علشان يكلفوا. أصل هو دلوقتي إيه بيقول لك، أنا ما أقدرش حاسب حد وأنا مش مديله تمكين. يعني أنا هحاسب الناس دي ما عرفتش تجيب موارد، طيب ما انا ما اديتهمش امكانيات. تمام. لا هو في محاسبه يعني. بالنسبه للمحاسبه في محاسبه. قول لي مثلا ايه اللي مثلا انت حطيت واحد في مكان او في موقع وما اقدرش يقوم بالمهمه اللي هي كل بيها، بيتم استبداله لان دعم تطوعي مش جبر ولا حاجه. ماشي. واللي جاي رجاي رغبه، وفي يعني برك دي برك. انا الحقيقه كل بشوف المنظر ده احس بانه لا إنجاز. لازم يعني نحس ان في حاجه كبيره جدا حصلت وانجاز كبير الحمد لله، انما عاوزينه يستكمل. عاوزينه بقى الايه التشطيب. انا بسمع ان التشطيب تكلفته اعلى من المباني. احنا بص حضرتك عشان نبقى نكون واضحين، يعني احنا اللي انجز 1/10 تقريبا. 1/10 لان احنا المكتب الاستشاري الاول في الاول كان مقدر التكاليف اللي هي في 2006 لما بدانا 2016 لما بدانا نشتغل بحوالي 500 مليون جنيه. طبعا مع بات يعني الامور زادت شويه معانا، فانا هي ايه بركه يعني تعادل احنا حوالي 500 يعني انتوا حققتوا 50 60 50 60 لكن احنا عاوزين 500. احنا عاوزين 500 ونزيد شويه، فاحنا يعني نتمنى يعني ان احنا فعلا مع الاسعار والحاجات دي والفروق دي يعني الامور بتزيد خالص. احنا محتاجين الناس تساعد معانا، محتاجين لان احنا محتاجين المشروع. المنطقه عندنا يعني تسمح لي يعني برك ان انا اذكر اخويا سامي النهري، يعني هو مريض كانسر وهو ماسك لجنه الاعلام، شفاه الله وعافاه، ربنا يشفيه يا رب كده ويعافيه يا رب. تعب معانا وهو قاعد في المستشفى، جاله نزيف. واحنا وهو قاعد معايا في الموقع متفاني والله بيشتغل ليل ونهار، مريض طول النهار بيشتغل طول النهار قاعد في الموقع، وبالليل قاعد يحمل في فيديوهات ويشتغل واعلام طول الليل. ماشي يعني والله يحتفل 24 حسبة ساعه حسبه مع ربنا. والله مع ربنا. جه لما حصل نزيف ما لقيناش مكان، عاوزين يعمل منظار نشوف اسباب النزيف، ما لقيناش مكان عندنا قريب يعمل نزيف، فنحولونا على كفر الشيخ المحافظه، وبكل كفر الشيخ حولتنا لمعهد شبين الكوم. فتخيل ان مثلا الوضع قد ايه احنا بنعاني يعني. لان احنا فعلا عندنا يعني برضه ايه يعني يدار مش تقدر تقوم بكل حاجه، فلازم المجتمع المدني يساعد معاه. طبعا مفيش وحده مناظير عندنا في مستشفى بارتيوم المركزي، فاحنا بقى عندنا في المبنى الحمد لله وحده مناظير متكامله. تمام. و لا يعني أحوال. لا انت عندك مبنى لوحده المركز يعني ما موجود لسه ما اشتريناش. لسه ما احنا عاوزين المناظير. بقول لحضرتك انت حضرتك شفت المبنى قدامك بس. طيب. احنا يعني انجزنا 1/10. عندنا تقرير عن المستشفى نشوفه ونرجع تاني نتكلم، لعل وعسى ان شهر رمضان القادم يحصل فيه طفره كبيره ونفتتح العيادات الخارجيه على الاقل. فاصل ونواصل.
مهندس يا باشمهندس دلوقتي مجانا دي يعني مجانا او هو في وعد ولا ايه؟ لا طبعا وعد كل هنرجع في كلامنا بعد شويه ونقول ايه. عاوز اكد على شيء لا عاوز اكد على شيء ان كل اجمل ناس استاذ عبد الحليم عمار. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ استاذه اسراء رمضان. اهلا بحضرتك. طيب احنا عاوزين فعلا نحمس الناس، وبعدين انا عارف ان حضرتك بتشارك في بعض المحافل الدينيه وبتشارك بدروس دينيه، يعني بتحمس الناس انها تشارك. النهارده لو انت بتوجه رساله هتقول ايه للناس؟ هقول للناس ان كلنا محتاجين للصدقه. اللي بيتصدق احوج للصدقه من المتصدق عليه. وقال الله عز وجل ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلانفسكم، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم في البدايه بدايه الاسلام كان مخلي الصدقه على قد ايه اهل الاسلام بس، فالله عز وجل ايه يعني كانه عاتبه قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الصدقه للجميع مسلمين وغير مسلمين. أيوة. تمام، دي نقطه مهمه يعني. دي نقطه مهمه يعني عاوزين فعلا نقف عندها، لانه الناس مش فاهمه ده. لا ده يعني او بعض الناس ده بعض الناس ده ديننا ده ديننا مش الصدقه ديت يعني ايه اصنع الخير في اهلي وفي غير اهلي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اوصى في حديث قدسي في الحديث الصحيح ان قال لك ايه: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إيه يعني الفسيلة بقى؟ الفسيلة النخلة الصغيرة أو الشتلة الصغيرة. تمام؟ فإن إيه بنت النخلة يعني. بنت النخلة. فإن تخيل لأن النبتة بتاعت النخلة. لأن الخير مطلوب لذاته. أيوه. وقال القرآن كما سيدنا على لسان سيدنا عيسى ابن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني جعلني مباركا جعلني نفعا. أي مكان يحل فيه يكون فيه الخير والنفع. والله عز وجل قال: وما تنفقوا من شيء من خير فلانفسكم. يعني أيوة. انت بتطلع انت اللي محتاج، لان احنا بندي للضعيف. أيوة. مهم جدا اللي بيقوله دلوقتي الاستاذ عبد العليم.
أن المتصدق أحوج إلى ثواب الصدقة من المتصدق عليه. فاصل ونواصل. أهلا بكم مرة أخرى مع أجمل ناس. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين من لا يجد غنى يغنيه فيتصدق عليه، فيفطن إليه فيتصدق عليه. يعني إحنا عاوزين نتحرى من يستحق الصدقة، لأن في ناس كتير، والأستاذ عبد العليم دلوقتي يوضح لنا استكمالا لحديثه، ناس كتير تحسبهم أغنياء من التعفف، تمام، ما بيطلبوش، تمام، ويبقى مريض ومش قادر يجيب روشتة ولا معاه حق الدواء، مش قادر يقول لحد حاجة، تمام. فمفروض أن يفطن إليه، تمام. في الجزئية تحديدا، يعني أنا في وقعة عشتها بنفسي بتدل على إيه؟ كرامة، زي ما قالوا، يعني ليس معجزه الا للنبي، ولا كرامه الا للولي. والولي ده مش شرط يعني يكون في علامات له، بس انا هقول لك قصه حقيقيه يعني حصلت معايا والله، وربنا شاهد على صدق يعني الروايه. كنت في مبلغ بطلعه سبته لزوجتي في البيت ان هي تطلعه لله، واتفقنا ان في كم اسم كان هنوزعها عليه. فاني جيت يعني بعد وهي في رأت يعني في الرؤيه كده ايه الناس اللي احنا كنا قايل لها هيروح لهم التبرعات. قالوا لها لا روحي لفلان، انا عشان حضرتك بتقول ايه لا يسالون الناس الحافا. ايوه ماشي. روحي لفلان، فلانه ديت. فانا زوجتي قالت لي، اخبرتني بالرؤيه ديت في الصباح يعني، وقالت لي ايه ان شفت كذا كذا في الرؤيه. والست اللي هم قالوا لها روحي لها ديت شكلها غني وشكلها ميسوره الحال، ومش يعني وما تاخدش صدقات، احنا في قريه وعارفين مين اللي بيحتاج ومين مش محتاج ومين اللي بيتقبل. فانا المهم ايه قالت لي، قلت لها لا انت لازم ايه حاولي توصلها باي طريقه. قالت لي طب لو احنا رحنا لاهلها هيعملوا مشكله، لو عرفوا ان احنا رحنا لها ورحنا بصدقات، يعني ناس كبيره وناس عزيزه يقول لك يعني ازاي عيب قوي يعني في الارياف والكلام ده عيب. فقلت لها انت باي وضع حاولي ايه توصلي لها. فان هي يعني ايه راحت كده لحد جارتها وقالت لها انا عايزه فلانه عشان ابنها عامل مشكله مع ابني، وعايز اقابلها ايه لوحدي كده، تمام. فانا رحت لها جات لها قلت لها معلش يا ام محمد انا يعني فكر ان ابننا برد ايه يعمل مشكله مع ابننا يعني. فقالت لها لا انا عايزك في حاجه تانية. قالت لها انت ظروفك عامله ايه؟ ده زوجتي بتسالها. قالت لها والله الحمد لله يا ستي عرفيني احنا اخوات وكذا وكذا. قالت لها والله الحمد لله ربنا كريمنا والامور ماشيه والحمد لله. هم الالحاح تعفف والله العظيم يا استاذ جمال وربنا شاهد. بتقول لي مع الالحاح وبتكلمها قامت المراه المراه ديت انفجرت في العياط في البكاء سبحان الله. وقالت لها انا شفت رؤيا كذا 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 ان ايه وفلانه وفلانه ايه يعني شفت رؤيا والناس قالوا ان انا اجي لك وكلام من ده. قالت لها والله يا ام محمد احنا بقالنا يجي اكتر من اسبوعين لا عندنا لا عرفنا نشحن كارت الكهرباء ولا عندنا انبوبه غاز في البيت. ورغم ذلك بشرط تطلب تمام. حاضر. فعن ايه المهم ايه قالت لي قلت لها طب ايه يعني زود لها المبلغ شويه وروح لها المبلغ. بس قلت لها اساليها هي عملت ايه، انا عاوز النقطه اللي انا عاوز اوصل لها. انت عملت ايه؟ فعن ايه قالت لها رعت لها يعني بمبلغ تاني وقالت لها ايه يعني احنا بس عاوزين نعرف انت عملت ايه كده، يعني انت عملت حاجه مع ربنا ان ربنا يعني يسيب الامور يفكر يفكرنا بيكي يعني. قالت لها والله يا محمد انا كان معايا مبلغ بسيط خالص. وفي واحده عدت على واحده سائله يعني عدت على البيت فبتقول انا متردده اسيبها في البيت ولا ايه ولا اطلعها للست الغلبانه دي. بقول لك الست صابت عليها صابت عليها جامد. فقامت مطلعه المبلغ اللي معاها اللي ست ليا تثبت على الله مش قادر يعني يا دوب تاكل وتشرب بيه معهاش تجيب انبوبه الغاز ولا ولا تشحن كارت الكهرباء. فربنا بعت فالرسول قال لنا ايه بقى عشان دي النقطه المهمه قوي. الرسول السلام قال يعني ايه في حديث صحيح عن مصعب عن سيدنا سعد بن ابي وقاص قال راى سعد في نفسه إيه فضل على من دونه، يعني طالما انه بيدي يبقى له صاحب الفضل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ يعني احنا يعني طبعا. احنا بننصر بالضعفاء بتوعنا والفقراء بتوعنا عليك. ماشي. دي قصه انسانيه جميله واسراء بتاخد خبره دلوقتي مع الاجيال طبعا. الكبيره يعني نستفاد منهم كل يوم اكتر واكتر ما شاء الله عليه. طب كويس، ايه الفرق بين الاجيال بقى جيلك انت والجيل الكبير ده؟ هو الحقيقه الجيل الكبير الميزه هنا
مش بيحسسونا بفرق السن كبير، هم مواكبين دايما معانا وبيقبلوا الكلام وبياخدوا راينا واحنا بنستفيد من رايهم، لان طبعا ما بيحسسوش بقى انه يعني احنا عندنا فاهمين لا الحقيقه حتى لو بنقول اي حاجه وبقى عارفين مثلا رايهم فيها بيسمعوا بكل سعه صدر وبكل تفهم ويحسسوك ان كلامك ده مهم جدا وينفذوا منه، واحنا بنستفيد منهم وبنتعلم منهم الاداره والتعامل. لكن على اي حال في توجه برضو كبير جدا، يعني هقول لك ايه، بحس رغم كل شيء ان في حاجات طيبه في الشخصيه المصريه، التراحم، الكرم، الجدعنه، يعني ممكن ظروف صعبه، بس المثال اللي انت ضربته ان زي سيدنا علي بن ابي طالب كان بيتبرع بشق تمره، مش كده ولا ايه؟ يعني خلص التمر فقسم التمره اتنين وتبرع بيها يعني لوجه الله. فدي نماذج الحقيقه برضو بتدي دافع. انما النهارده الايه، الولد مجبنه مبخله، تمام مش كده؟ اي حد عنده عيال يقول لك طب ما انا اجيب لعيالي حاجه بقى، انا اتبرع بايه؟ تمام. بتعملها ازاي بقى يعني؟ نعملها ازاي المعادله الصعبه؟ لا ما فيش صعبه خالص. انت عايز ربنا يديك، ادي الله عز وجل. ماشي طبعا. انت لما بتيجي تدي للمتصدق هتدي له جنيه، هو بيديك 10. ايوه، من جاء بالحسنتين فالعشر امثله. ماشي، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ انت عايز تدي، الله عز وجل مش قال في الحديث القدسي يا ابن ادم انفق عليك؟ صح. عاوز ربنا يدي لك، اساوي الرزق تحدد الفرق بس في البركه. ربنا يديك بركه في رزقك ولا هينزعوه. انت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه مواصيا سيدنا بلال، انت حضرتك بتتكلم عليه في اول حلقه، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. ايوه، يعني انت هتدي ربنا هيديك بزياده. فاللي عاوز يعني ايه، بس هو اليقين ده بقى، اليقين ده ان يبقى الانسان عنده هذا اليقين. لكن هو يقول لك انا هصرف ده، طب انا اسيب حاجه بقى ايه للبيت، حاجه للعيال، عشان كده ايه بقى عشان كده الرسول قال ايه عليه الصلاه والسلام، قال لك الصدقه برهان، يعني دليل الايمان. برهان يعني دليل. دليل الايمان والصدق واليقين هو ايه؟ الصدقه. وسيدنا علي بس قصه جميله معبره تعرفنا، يعني اذا كنت الناس عاوزه الدنيا ولا عاوزه الاخره ولا عايزهم معا بالصدقه. الصدقه هي اللي ايه فيها الفوز والنجاه، بالصدقه في الدنيا والاخره. سيدنا علي قال له سائل قال له يا امام اريد ان اعلم انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال ان الله اكرم من ان يجعل ميزانك في يد مثلك. يعني ما حدش يقدر يقول له واحد انت من اهل الجنه ولا من اهل الاخره، الله صح اعلم. صح. يعني ده نهايه. وقال له ولكن هناك اماره، ان جاء من يعطيك، يعني هي ايه، وجاء من ياخذ منك فرحت به. لا يعني ان جاء من يعطيك ومن ياخذ منك فبمن تفرح؟ فسكت الرجل فقال ان كنت تفرح بمن جاء يعطيك فانت من اهل الدنيا. لان من جاء يعطيك جاء ليعمر لك دنياك. ومن جاء ياخذ منك، ان كنت تفرح بمن جاء ياخذ منك فانت من اهل الاخره، لان جاء من جاءك ياخذ منك جاء ليعمر لك اخراك. وكان اهل السلف السالح الصالح بيقول ايه بقى لما يقول له سائل، يقول لك ايه، مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجل. يا سلام، بيحمل حسناتك وبيحمل زادنا الى أنا الله. عايز بس برضو نعود بس نركز على المستشفى، الارقام اللي على الشاشه، وان احنا احوج ما نكون ان احنا نشغل المستشفى في اقرب وقت ممكن. حضرتك انت سالتنا كم مره، دي ارقام التبرعات، الناس فعلا لا يختلط عليها الامر، يعني دي مش ارقام البرنامج للتواصل، لا دي ارقام التبرعات. تمام تمام. انت حضرتك سالتنا كم مره في كل حلقه بتلح على ايه العادات الخارجيه، حاولوا تشغلوها، تشغلوا كذا وكذا. احنا نتمنى ان احنا نشغلها من الصبح. نتمنى ان احنا نشغلها من الصبح. طب ايه بقى المشكله؟ احنا خدنا خطوات. ايه يعني خدنا خطوات لتشغيل المستشفى او تشغيل العيادات الخارجيه. زي طبعا احنا تم بناء مبنى الكهرباء، تم بناء خزان تحت الارض بسعه 580 متر مكعب. الخزان ده بمواصفات خزان ميه لتغذية المبنى بالكامل عشان ما يبقاش في انقطاع، يعني وده شرط من شروط الدفاع المدني. لا قدر الله للدفاع، يعني للمواجهة اي حاجة ممكن تحصل في المستشفى، يبقى في يعني مخزون للامان. وطبعا المساحة دي تم تحديدها لتناسب مساحة ال 14000 متر المستشفى. كويس. 580 كويس. متر مكعب. كويس. طبعا الخزان ده بالكامل تحت الارض، معزول عزل مائي وكيميائي من الداخل ومن الخارج على مواصفات الكود المصري في وزارة الصحة ومواصفات عالمية. ده شرط أساسي في الترخيص عشان نقدر نفتح العيادات الخارجية أو نفتح حتى بشكل جزئي زي ما حضرتك بتقول. يعني الاستكمال الإجراءات المتعلقة بصرف الصحي ومولدات الكهرباء، الصناعي،
كل ده يبقى جاهز الاول قبل ما محتاجين مولدات الكهرباء، محتاجين تصريحات الصرف الصحي، محتاجين الاساسيات اللي هي عشان نقدر ناخد الترخيص ونشتغل من اول ما الترخيص ده معانا. هي الاولويات طبعا. ده اولويه، لان مش هينفع ناخد ترخيص من غير الحاجات دي. طب احنا محتاجين نسهل شويه، يعني ترجيم فلوس بقى طبعا. محتاجه كام؟ محتاجين فلوس كتير. يعني مولد الكهرباء احنا محتاجين 2، الواحد كان ب 6 مليون 6 مليون من قبل الاسعار ما تزيد. احنا محتاجين فلوس كتير فعلا زي ما الحاج عبد العليم قال في الاول. طيب يعني كلمه اخيره من الاستاذ عبد العليم ومن حضرتك نختم بيها. احنا بس يعني بندعو كل اهل الخير، كل اهل الخير وكل رجال الاعمال وكل واحد يستطيع ان يساعد معانا ان هو يحط ايده معانا، عايزين ننجز المستشفى في اقرب وقت. ممتاز. انا عايزه ازود اعمل احنا عندنا مبادره من الجاليه بتاعتنا المصريين في السعوديه. ابناء البرولوس تحديدا في السعوديه. كويس. عاملين معانا مبادره اسمها السهم الخير الشهري، بيبعتوا لنا كل شهر مبلغ كل واحد على قدر استطاعته، 50 ريال، 75 ريال، 100 ريال. عايزين نعممها. سهم الخير الشهري مش في السعوديه بس، في كل الدول، كل المغتربين المصريين في الخارج. انا بحييك جدا. طب عايز اقول حاجه كمان. اتفضلي. مبادره كمان احنا عندنا زيارات من ابناء المدارس، اطفال المدارس يجوا يتبرعوا لنا بالقليل جدا. يعني في زياره طفل اتبرع كان بيتبرع ب 5 جنيه، دي راس ماله اصلا كل مصروف. بس دي لها رمز كبير. عايزين نزود معانا فئه الشباب في الجامعات. أيوة. ان هم مثلا في كل دفعه مع حفله التخرج يعملوا حاجه باسم دفعتهم، تبقى صدقه جاريه لهم في بدايه حياتهم. في افكار جميله بحيث نتمنى منهم ان هم يشاركونا. نورتونا، واحنا النهارده خرجنا بافكار جميله جدا، منها انه الانسان يقيس نفسه ازاي ان هو من اهل الجنه ولا ايه، ولا وربنا راضي عليه ولا لا. فهو قال لك يعني لو انت فرحت باللي بيديك يبقى انت من اهل الدنيا، فرحت باللي بتديله لان هو هيبني لك قصر في الجنه، يبقى انت من اهل الاخره ومن اهل الجنه. عشان كده بنختم بهذا البيت من الشاعر: تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله. ايه الكرم ده؟ اجمل ناس المصريين. واحد امراض الكبد والجهاز الهضمي. 2 قسم امراض القلب، قسطرة القلب التشخيصية، تركيب دعامات، العناية المركزة. 3 قسم الكلى والمسالك البولية والغسيل الكلوي. 4 قسم المناظير، يشمل 3 غرف لعمليات جراحة المناظير. 5 قسم الأشعة بكل أنواعها. 6 قسم التحاليل الطبية بكل أنواعها. 7 قسم العيادات الخارجية. 8 البطن العامة بكل تخصصاتها. لتبرعاتكم النقدية والعينية بإيصالات رسمية صادرة ومعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، الرجاء زيارة مقر التبرعات في موقع مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم، محافظة كفر الشيخ، مدينة بلطيم، كورنيش بحيرة البرولوس، وذلك يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء أذان المغرب. للتبرع عبر البنوك مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم 700 700، في كل فروع البنوك التالية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، أو للتواصل معنا